السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الدرس 19 من سلسلة تصميم سيارة أودي تي تي. بالدرس الماضي انتهينا هون، بس راح أورجيكم شو سويت أنا. شغلة بسيطة جدا هي إني أعطيت بوش لهاد، لوكو كيف كان، وهاد كمان أعطيته، هيك كان الشكل. وكمان حطيت هدول البلانات، هي وحدة هي التانية، وعطيت هدول اثنين البوش، وظبطت البوزيشن تبعهم وعطيتهم سكيل شوي لحتى يزبطوا ويصيروا بهالشكل هاد، لانه كان في فراغ كبير، اما هيك اجمل. وكمان شوي دخلت لورا. اما هلا بهالدرس ان شاء الله راح نقوم بتصميم الضوء. الضوء الامامي ما نو سهل بصراحة، وحتى الخلفي دائما مكان تصميم الضوء بيكون فيه شوية صعوبة، راح اورجيكم. لكن احنا في عنا حل للشيء الصعب، هلا بقولكم عليها. اذا بتتذكروا هون قلت لكم اذا عندي شكل صعب وفي تعقيد بقلبه، مثلا بدي جسم بقلبه طابة، كرة عفوا، او شيء مجسم منحني، فراح ياخذ مني وقت وجهد كتير، ويا دوب يزبط يعني، احيانا بيطلع فيه اخطاء. اما بنعمل مثل هون، اذا كان مجسم صغير الضوء صغير، فاذا فرد مرة بجسمه بنعمه بحوله لبولي هو ناعم بشتغل عليه، هيك بيعطيني سهولة. وما حاشتغل على البولي يعني، رح ساويه بطريقة سهلة جدا عن طريق البوليون مثل ما عملنا هون. قبل ما نبلش، بس هون في عندي هي، ما بعرف هون في مشكلة، خلينا نشوفها. لاحظوا احنا كل درس عم نحل شوية مشاكل عم تصادفنا. هي بس بنلحم هوي، هي مع هي بهالشكل، ان شاء الله بتزبط. هي هي. اذا هلا خلينا نشوف الضوء بس كيف شكله، راح ورجيكم. هون مبين معنا انه في جورة، جورة اصغر منها، وبقلب هي الجورة على طرفها في جورة تانية. طيب شوف واحد تاني، هذول كتير واضحين. هي مثلا لاحظنا صاير، اذا في جورة كبيرة اصغر منها مأكول منها شوي، وفي جورة تانية بس هي الكبيرة فينا هون منحني، بعدين بقلبها في جورة، وفي تحت هذا الخط، وفي هذا الخط الاسود حوالي. اذا من هون بلاحظ انه انا خليني جسمه لهذا الابيض الكبير ونعمه وحوله لبولي، بعدين حط هون طابة كبيرة على البوليون، اخترقها، رد بوليون تاني هون طابة، وهون طبعا الطابة اللي هون راح بس ارحنية من هون مشان تعطيني هذا الشكل، وبعدين رد بعمل شكل هون. هلا بورجيكم شلون يعني فعليا راح يصير هالحكي. راح نطفي التيربو سموث، راح ناخذ البوليجون كالعادة، ناخذ الاضلاع اللي بدنا اياها، شيفت بنسخ وبرجع على ما كان. اوكي، وهايت سيلكشن من هون. كمان بدي اخذ قطعة، اروح على البولي 4، اخذ هاد، شيفت انسخ وارجعه، اوكي، وهايت سيلكشن بس F4 بس لشوف بوضوح. راح اجي لهون اخذ هذول، شيفت انسخ وارجعه على مكانه، اوكي هايت سيلكشن، لراح احدد الاشكال اللي اخذناها قصيناها، كل هذا ان سيلكشن لان يسهل علينا الشغل. نختار واحد منهم، ناخذهم كلهم سوا، نعمل لهم كلبس مو ويلد ويلد، لانه احيانا بتعملي مشاكل هون يعني، بتفكر انه التحمت بيعمل هيك بلاقي ساعتها لساعتها واحدة مو تنتين، عفوا لساعتها تنتين مو واحدة. فكلبس هي بتعطيني، بتريحني، بتعطيني دقة اكتر انه التحم. في عنا هذا الريموف، ناخذ النقطتين تبعاته كمان ريموف، بس لا تشوف صحيح شغلنا، في مشكلة. طيب مو مشكلة، بنحلها. اختار بوردر 3، بعدين 2 ايجز، قيم هذول ايجز، الشكل هاد، راح انسخ لورا،
هلا انا عم ساوي اول شيء قطع السوداء، رح نساويها نخلص منها بالشكل هذا، بس اربعة اقول لكم بعمل ديليت لهذول. هلا هون بشوف اذا في عندي مشاكل، تمام. ازالت كله مرة تانية، كولابس ان شاء الله هيك ما عاد صرفه في مشاكل. اي نعم. هلا راح اضغط 3 بوردر، اخذ هاد ار وظهره بهالشكل هذا، او مو بهالشكل بدي إيه نعم خلينا نظهره بهالشكل، نظبط هون بس ونخليه اكثر، يمكن كترنا بس مو مشكلة. شوي يكون مطلعه شوي، سلكت هذول، اخذ هاد، حاسه لازم يكون شوي كمان لبرا اكتر، هو خلص راح نعتمد عليها بهالشكل. رد باخذ البوردر، باخذ هاد شيفت لورا، رد ار سكيل لبرا، باخذ النقاط بلش الحم هذول مع بعض، انا بشتغل بس كنترول اس. تمام، بختار الايدجز، راح اختار بس اف 3 اشوف بسهولة، راح اختار هاي الزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية، بس هون الشيفت بس هون الشيفت، هالشكل هذا هاك بس شيفت وكمل، يعني بس بدي هذول الحلقات البيض اللي بالنص ما بدي اياهم كلياتهم. هلا شينفر 0.02 خليها، يلا خليها 3 مشان ما يصير في اختلاف. هلا من هذا الشكل بس اف 3 شوف وضوح، بس هذا اعمل هيك شيفت، رد راح اعمل شيفت انسخ منه ورجعه لمكانه، كنت اوبجكت اوكي اعمل هيك، وهايد سيلكشن بقى عندي هاد. هلا مشان ساوي الضوء، لاحظين هون معي في عندي هون خطين، فهم عندي ولا خط، حط رسمهم خطين، اذا نحدد هذول اثنين، عفوا ايدجز اثنين كونكت، بعطي له خطين بهش مكان، خليني بس الحم هذول كمان، بنشين فر لحالهم
طيب هاخد هذول شيفت نزل لهون شيفت هون شيفت كمان تارجت ويلد بالشكل هذا هاخذ هذول بنزلهم بعدهم عن بعضهم ظبطوا يدويا حاول كمان ظبطهم بالطول كمان لاحظوا شلون صارت يعني بضل بحرك فيهم لحتى احس انه هذا الشكل المناسب طيب يكفي لهون ما راح اطول عليكم كنترول اس هلا هاد اعمل هيك ديليت لهدول اختار هذول ثلاثة بس ثلاثة اختار هالشكل كبره شوي صغيرة هلا حاطين نوع تنعمه يتر بسموث 2 راح احوله لدبل بولي هلا بلش في عنا مثل ما اتفقنا اول شيء سفير جيبه لهون شوف حجمه هون بس هي اصغر ملك الأد كبيرة تقريبا لانه في عنده تحت الخط هذا صار مكانه هيك فوق شوي كمان كبر اكتر شوي راح احاول اعمل له هيك